بسم الله الرحمن الرحيم. علامات تثبيت حفظ سورة الأحزاب. من أجمل ما يمكن ومن أسهل ما يمكن حفظها المخاطبة للرسول في آية أو بضع آيات، ثم المؤمنين نفس الكلام في آية أو أكثر، واللي بيخاطب به الرسول في الغالب بيخاطب به المؤمنين. يعني مثلا يا أيها النبي اتق الله، آخر آية للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا يا أيها النبي اتق الله. السورة بيكثر فيها كان، يكون، كان ويكون وتكون وكده، أو بالنفي، يعني ما كان وما كان يعني بالنفي. فإن شاء الله هنشوف الآيات بتمشي إزاي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. من اتلخبط بين سورة النساء، جت إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فنحن عارفين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلما هيجمعهم يحط المنافقين الأول ينزلوا في القاع، وبعدين يحط فوقهم الكافرين. فهناك المنافقين جاءت أولا، هنا الكافرين أولا وبعدين المنافقين. لا تطع يعني ما تتبعهم في أي شيء. هنا هنلاقي الكلام على الكافرين والمنافقين متكرر، لكن في الآخر هنفصل بينهم وهنجيب المنافقين لوحديهم وبعدين الكافرين لوحديهم. إن الله لعن الكافرين في الصفحة اللي وراها بعد ما لعن المنافقين، وبعدين هيجمع في آخر آية إن هو ليعذب الله المنافقين والمنافقات. فالسور ربطها ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما، قلنا فيها كان، وبعدين في الغرب بيجي عزيز حكيم في الأول، فإحنا عندنا عليما حكيما، يبقى فيه حاجة علم بشيء إحنا ما بنطلع عليه اللي هو النفاق. فلأنه بيكون يخبوا الكفر ويظهروا الإيمان، فهو ربنا عليم. فهنا إن الله كان عليما حكيما. واتبع، ما تطع دول، لكن اتبع، اتقي ولا تطع، واتبع وتوكل. واتبع ما يوحى، الحاء مع الحاء، ما يوحى إليك من ربك. البه والبه والبه. إن الله كان، هنا إن الله كان، إن الله كان بما تعملون خبيرا. هو بيكلمه هو بس، إن الله كان بما تعملون خبيرا كلكم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم، ديت مقسمة لثلاثة، ما جعل وما جعل وما جعل، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لأن جمع المؤنث بينصب بالكسر، فهي مفعول به لكن منصوبة بالكسر. وما جعل أزواجكم اللائي، يعني الظهار والحاجات دي كلها ليست في الإسلام، إنه يقول لزوجتي أنت علي كحرمة ظهر أمي علي وكده، ده كان طلاق قبل الإسلام في الجاهلية، لكن الإسلام حرم هذا. وما جعل أدعياءكم، يعني اللي بتتبنوهم، أبناءكم، ليسوا أبناءكم. ما نسميه فلان ابن محمد، اللي هو زيد ابن محمد، كان الكفار أو يعني كان الناس في الأول يقولوا كده، فربنا نهى عن هذا. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هو ربنا هيعلمنا نقول إيه ويهدينا لسواء السبيل أو يهدي السبيل. ندعوهم لمين؟ ما تقولوا عليهم ان هم ابناؤكم، ما تقولي زيد ابن محمد، ادعوهم لآبائهم، زيد ابن حارثة. هو اقصته عند الله، ده ابوه هو يعني اللي خلفه كده، يعني ازاي من نسبه اليه؟ هو اقصته عند الله. فان لم تعلموا آبائهم، لان كان بعضهم بيكونوا يعني سبوه، يعني اخذوه من اهله وباعوه في السوق، فما يعرفوش مين ابوه، ساعتها بنقول يا اخ الاسلام او ابن الاسلام او كده. فاخوانكم في الدين ومواليكم، يعني ممكن بيشتغل عندك وكده، مولى فلان ومولى فلان، لكن ليس ابنه يتسمى باسمه، لا، هذا ممنوع، خلط الانساب حرام. والورث يعني برضو منع الله سبحانه وتعالى. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، هنا اقصت واخطأتم، طه، ولكن ما تعمدت، طبعا ربنا سبحانه وتعالى إن لا يحاسبنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هنا القلوب ماشي معانا. وما جعل الله في رجل من قلبين، والمنافقين هم بيخبوا في قلوبهم الكفر.
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما للي فات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لازم نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه ونفديه بأرواحنا، يعني هو مقدم علينا وعلى أولادنا وعلى أبائنا وعلى كل أهالينا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في الحرمة، يعني لا يجوز إن هم ينكحوا أزواج النبي من بعده لأنهم كأنهن أمهاتهم في الحرمة يعني. وأولو والاحترام يعني، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أولو الأرحام يعني الأقارب هم اللي يورثوا بعض، أولى إن هم يورثوا بعض من إن إحنا نورث بالإيمان أو بالهجرة. كانوا زمان يورثوهم لأنه ده مؤمن أو ده هاجر، وهذا نهى الله عنه، قال الأولى إن الأقارب هم اللي يورثوا بعض. ونزل سبحانه وتعالى آيات الميراث: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. لو كان يعني الخادم أو الولي تبع مولى فلان ومولى فلان ملوش أهل وما في حد يورثه مال ولا كده، عايز تحسن إليه احسن إليه، اعمل عليه معروف، كان ذلك في الكتاب مسطورة في اللوح المحفوظ، فيجب علينا العمل به. وحتى الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى خضع عليهم ميثاق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هي نفسها أخذنا، بدل ما يعيد من النبيين تاني، الأول عرفنا مين الأنبياء أولو العزم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، مذكورة هنا بابن مريم، ليست مثل الشورى، الشورى ما فيهاش ابن مريم، هنا السورة أطول فجاءت كاملة. ليسأل ليه الميثاق الغليظ؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. طبعا لازم يبلغوا الرسالات وربنا بيحاسب الأنبياء وكل حاجة. الصادقين عن صدقهم عندنا هنا هتتكرر في الآيات 24 و35. الصدق مهم جدا في السورة دي ومقدم. وأعد للكافرين عذابا مهينا. يبقى هنا أول مرة أخذنا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليم. يبقى ألف ألف ألف، أو نقول أول واحدة ألف. طيب ليه بقول كده أنا؟ علشان في الصفحة اللي وراها ما فيهاش هكذا، في للصادقين ليجزي الله، هنا ليسأل ما جابش اسم الله، اللي وراها بقى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يبقى هنا جبنا الكافرين وفي الصفحة اللي وراها هنجيب المنافقين. بقى فصلنا بين المنافقين والكافرين في أول السورة، وهنفصل بينهم أيضا في آخر السورة. طيب نحب نبين كده للكافرين حاجتين في آخر السورة، اللي هي إن الله لعن الكافرين في الآية 64. يبقى وأعد للكافرين عذابا أليما، وهو في الآخر هيقول لهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. طيب بعدين هنا المنافقين لما فصل بينهم أيضا فصل بينهم في الآية 60. طيب 20. نرجع تاني، كنا بنقول ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. يبقى كده خلاص اتكلم على النبي، هننقل بقى على الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا نعمة الله عليكم. احنا في سورة الأحزاب، ايه نعمة الله عليهم في سورة الأحزاب؟ إذ جاءوكم، وإذ بيبدأ القصة كده: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. انتوا عارفين غزوة الأحزاب يعني تجمع 100,000، لا 10,000 كفار من كل انواع الكفار، يعني منافقين وكفار ويهود نصارى مش عارف مين، انصار يعني، قصدي نصارى، يعني كل انواع الكفار تجمعوا يحيطوا بالمؤمنين في المدينة عايزين يقضوا عليهم. فربنا انقذ المؤمنين وبس، أرسل على الكفار ريح بقت تقلب القدور على النار وتطفلهم النار وتطير التراب في عينيهم
وتطير لهم الخيام، يعني خربت عليهم بس شوية ريح، فيلا يروحوا أحسن. ربنا سبحانه وتعالى ما خلى المؤمنين يقاتلوا خالص، يعني سبحان الله أدار المعركة بطريقة جميلة جدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ملائكة بقى، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. أنتم مش شايفين بس وكان الله بما تعملون بصير، يبقى نربط تروها ببصيرة، سهلة جدا الربط جميل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وأنتوا بقى إيه اللي حصل لكم؟ وإذ زاغت الأبصار، هنا بصيرة وهنا الأبصار، وبلغت القلوب، لسه بنتكلم على القلوب، خوف بقى، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، عليها السفر المستدير، يعني تثبتي الألف وقفا وتحذفيها وصلا، يعني تقولي ظنون هنالك، يعني ما تجيبيش ألف وانت بتوصل، لكن لو وقفتي عليها تحطي الألف، زي كلمة أنا اسمها الألفات السبع. طيب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، الأحزاب الزل، وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب وإذ يقول، أدي الكافرين وأدي المنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بتشبه الآية في سورة الأنفال، وهناك برضو كانت غزوة، غزوة بدر، فهناك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هناك غر وهنا ما، في السور الأخيرة بنجيب ما والميم بعد الغين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هي هي هناك الغرور. طيب هنا وا، زودنا كمان الواو لأنها قلت قبل ذلك. وإذ هيبقى عندنا إذ جاءتكم، إذ جاءوكم، وإذ يقول، وإذ قالت، وإذ قالت، هنا في إدغام متجانسين ما تنتقيش التاء، طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هم بيكلموا بعض الكفار لما الريح اشتغلت عليهم، يقولوا لبعض يلا نروح بقى، لا مقام لكم، ما هنقيم هنا، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، المنافقين لما تقول لهم تعالوا للغزو يقولوا لو نعلم قتالا لو اتبعناكم، مش عايزين يتحركوا يعني ولا عايزين يروحوا، عايزين يقعدوا مع الخالفين والقاعدين. انا بيقولوا ان بيوتنا عوره، يعني ما عندناش رجاله في البيت، هنسيب البيت كده يعني الناس تعتدي على النساء اللي فيه وكده. ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. ولو دخلت عليهم من اقطارها، لو دخلت البيوت دي من اي مكان فيها، عندنا في الايه 16 ايضا الفرار هنا، من أي مكان في البيت، ثم سئلوا الفتنة، يعني فعلا لو حد طلب منهم يعملوا حاجة يعني كده هيعملوا. وما تلبثوا بها إلا يسيرا. 14 ولو دخل جيش الأحزاب المدينة من جوانبها ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرا. الله أعلم الفتنة لها، ممكن فتنة في الدين، ممكن فتنة في أشياء كتيرة. طيب ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يبقى هنا بدأنا بالميثاق وانتهينا بالعهد، العهد والميثاق، ها، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، كلنا هنموت، لو فررتم المرة دي هتموتوا يعني في يوم من الأيام، ولو كنتم في بروج مشيدة، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وكان الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
كنا هنا بنقول بصيرة وهنا نصيرة. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني ما تطلعش تحارب لحسن تموت وما تسيبش عيالك وما تعملش وما تسويش. معوقين للقتال، يعني يخلوا يضعفوا الناس عن انهم يعملوا الخير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ما تروحيش تحاربوا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، يعني بخلاء. فإذا جاء الخوف يبخلوا بالخير بالمال بالعتاد، بأنهم يحاربوا بنفسهم معاهم بنصرة المؤمنين، بيبخلوا بكل حاجة. الأشحة هنا متكررة مرتين في نفس الآية، هنا أشحة عليكم وهنا أشحة على الخير. طيب، فإذا جاء الخوف وهنا الخير، رأيتهم ينظرون إليك، هنا تدور في سورة في الآخر، رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. تهيئ للفتح، والله أعلم في شبه كتير من السورة ديت وسورة الفتح. فهناك النون تيجي بعد التاء، هنا ينظرون إليك تدور، هناك ينظرون إليك نظر. بعدين هنا كمان في الأحزاب كانوا دائرة حوالين المسلمين، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هنا زاغت الأبصار. طيب، خلاص انتهت الحرب، فإذا ذهب الخوف وجات الغنائم بقى، سلقوكم بألسنة حداد، يعني يهروا المسلمين يعني بلسان ما يرحموهم، يعني اعطونا واعطونا وهم يبقوا بخلاء بالخير والصدقة وأي حاجة تروح للمؤمنين، عايزين كله. أولئك لم يؤمنوا فأحبط، هم أشحة، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يسيرا متكررة في الآية 30، يعني هنا هما بيدعوا الإيمان المنافقين دول، فربنا أحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وكمان الكلام متوجه في الصفحة اللي وراها لنساء المؤمنين، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وكان ذلك على الله يسيرا. فيعني يبقى حاجة تخص اللي مدعين الإيمان هنا، وحاجة تخص النبي اللي هي للنساء في السورة اللي ورا نساء النبي. طيب، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، المنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هما المنافقين يظنون أن الأحزاب اللي هزمهم الله لم يذهبوا من شدة الخوف والجبن، ولو عاد الأحزاب إلى المدينة لتمنى المنافقون أنهم كانوا غائبين عن المدينة بين أعراب البادية يتجسسون أخباركم من بعيد. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. لقد كان لكم، مين اللي بقى يقاتل كويس؟ دول ما يحبوش يقاتلوا ويخافوا ويجروا ويهربوا، ما قاتلوا إلا قليلا. مين اللي بيقاتل كويس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ده بالنسبة للمنافقين لما بيتكلموا على الأحزاب. طب بالنسبة للمؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الصدق مستعمل كتير في هذه السورة، وهيجي لنا مقدم على الصبر في الآية اللي فيها الصادقين والصادقات والصابرين والصبر. هنخلي بالنا إن الصدق مقدم ومذكور، يعني ربنا مهتم بيه هنا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما شاهد المؤمنون الأحزاب تحزبوا حول المدينة وأحاطوا بها، تذكروا أن موعد النصر قد قرب، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحنة والنصر،
فأنجز الله وعده وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وانقيادا لأوامره. فمن المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله وصبروا على البأساء والضراء، منهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين، يا النصر يا الشهادة، وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه كما فعل المنافقون. سبحان الله. هنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، الآية اللي قبلها صدق الله ورسوله، وهنا صدقوا المؤمنين أيضا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني استشهد، ومنهم من ينتظر يا الشهادة يا النصر، وما بدلوا تبديلا. فهنا عندنا تبديلا بتيجي أيضا في السنة بتاعت الله سبحانه وتعالى، ولا تجد لسنة الله تبديلا، هتلاقيها في الآية 62. فهيجي لنا في الوسط بالنسبة للسنة يعني ليست تبديلا، ولكن سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى تبديل هتيجي في الآخر، لأن جت لنا هنا في الأول، هتيجي في الآخر، في الوسط ما هنقول إيه سنة الله في الذين خلوا من قبل، ما نقول ولا تجد لسنة الله تبديلا، في الآخر خالص تبديل هنا. ليه بقى هذا حدث؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، مثل الآية الأخيرة لآية 60، ويعذب المنافقين والمنافقات أو يتوب عليهم. فهنا في يعني بيدي للمنافقين فرصة إن هم يتوبوا، بيأكد لهم إن الله كان غفورا رحيما، وهنا في اللام لام التعليل تنصب الفعل، ويعذب المنافقين إن شاء إن أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بيطمنهم يعني ممكن لو تبتوا ربنا يتوب عليكم، ففيها تأكيد. ورد الله، بيحكي لنا بقية المعركة حصل فيها إيه بقى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ما قتلوا المؤمنين ولا قضوا على الإسلام ولا عملوا أي حاجة، وكافى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل وأنزل الذين ظاهروهم يعني ساعدوهم من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، من صياصيم يعني من حصونهم، لأن دول كمان أجبن، وقذف في قلوبهم الرعب. عندنا في سورة الحشر يهود بني قريظة ظاهروهم، يهود بني قريظة وقذف في قلوبهم الرعب، هناك في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب هنا فريقا تقتلون، لما ربنا ألقى في قلوبهم الرعب فأيسى يعني ما يقدروا يتحركوا من مكانهم، فالمؤمنين حصل فيهم إيه بقى؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وكمان لما رحلوا طلعوا من مكانهم ربنا سبحانه وتعالى أورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، أرض أنتم ما كنتم بتدخلوها، لأن كانوا اليهود محوطينها بالنخيل وكده، وكان الله على كل شيء قديرا. يعني كأن هنا أنتم ما قدرتوه، هو ربنا اللي كان على كل شيء قدير. عندنا كلمة شيء متكررة في السورة مع اسم الله، وكان الله على كل شيء قديرا، وممكن شهيدة وممكن رقيبة وممكن بكل شيء عليمة، طبعا ديت بي احنا بنتكلم على كل شيء قديرة، هتتكرر معانا ان شاء الله، نشوف كده حسب الآية. يعني هنا وكان الله قويا عزيزا، وكان الله على كل شيء قديرة، لأن انتوا الأرض ما استطعتوا ان انتوا تدخلوا تضغط يعني تطأوها بأقدامكم، لا تقدروا يعني، هو كان الله على كل شيء قديرا. طيب خلاص كلم المؤمنين،
من المؤمنين، كل ده كان بيتكلم المؤمنين. وبعدين يا أيها النبي، دلوقتي بقى عندهم أرض وأموال وديار وكده، الدنيا اتفتحت عليهم. فزوجات النبي يحبوا إن ربنا كمان يوسع عليهم يعني، أو النبي يعطيهم ويوسع عليهم. فهو بيسألهم بقى دلوقتي، يا أيها النبي قل لأزواجك، في هتتكرر معانا تاني في الآية 59، بس ليس فقط لأزواجه، كل نساء الأمة الحجاب يعني. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، عايزين الحاجات دي، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني هيتطلقوا، يعني الكلام جميل كده، أمتعكن وأسرحكن، يعني ياخدوا المتعة، يعني شوية تعويض كده، وأسرحكن مع السلامة سراحا جميلا. طيب هتتكرر نفس الكلام بالنسبة للذين آمنوا أيضا، هم الآخرين، متعوهن وسرحوهن، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة في الآية 49. 49 49. طيب الكلام بالنسبة لنساء النبي على ناحيتين، يعني عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة، عايزين اللي هتعمل منكم ذنوب او اللي هتبقى كويسه، يعني على الناحيتين. فاتكلمنا معاهم ربنا سبحانه وتعالى في، او الرسول خاطبهم يعني عن بما يأمره به النبي الله سبحانه وتعالى بكذا طريقه، 4 آيات. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عارفين إحنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك زوجاته الأجر مضاعف والذنب كمان يضاعف. يا نساء النبي، هتتكرر تاني هنا في الآية 32، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنها ليست مثل النساء، هي دي زوجة النبي اللي هو قائد الأمة كلها، وكان ذلك على الله يسيرا، يعني في العذاب أو إحباط الأعمال، وكان ذلك على الله يسيرا، مثل الآية 19 لما أحبط أعمال المنافقين. طيب ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت، في تحت عندنا والقانتين والقانتات، من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ما في ظلم، زي ما العذاب ضعفين زي ما الأجر ضعفين، ما في ظلم. ده يخليها تخاف تعمل ذنب ويخليها تتشجع أنها تعمل خير على طول. أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. رزقا كريما، مثل في سورة النور لما ربنا سبحانه وتعالى برأ عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك، في الآخر قال رزقا كريما، فهنا أيضا رزقا كريما مثلها. طيب بالنسبة الكريمة في الآية 44، لما ربنا سبحانه وتعالى أعد تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، ده بالنسبة للمؤمنين في نفس المكان هنا أجرا كريما، لكن هنا بالنسبة لنساء المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم رزقا كريما، هنفتكرها في سورة النور رزقا كريما. طيب لسه بيكلمهم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، انتوا زوجات النبي، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ما في حد فيكم يتكلم كلام كده ولا كده، لأن اللي بيدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام منهم المنافقين، منهم في قلوبهم مرض. وقلنا قولا معروفا، الكلام ليس موجه لزوجات النبي فقط، لكل النساء، يعني لا نخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن، كلنا يعني كل النساء ما يخرجن ويتبرجن تبرج الجاهلية، في حجاب وفي التزام بأوامر الله للنساء حتى لا تكون فتنة في الأمة، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. من يقنط منكن لله ورسوله وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
طيب هكلمك بعدين عشان بسجل الآن. طيب كنا فين؟ ويطهركم تطهيرا واذكرنا فيطمع فيها طه وأطعنا ويطهركم تطهيرا. دي لو انت مديتي خط كده مستقيم طه 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 ويطهركم تطهيرا. ويعملوا ايه كمان؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. يعني هم يذكروا الايات والحكمة اللي هي السنة عشان ينشروا الدين الاسلامي للناس، لان يعني يقولوا لهم الرسول كان بيستحمى كده، كان بيغتسل كده، كان بيدخل يستعمل السواك، كان يعني يذكروا كل حاجة، يعني يعلموا الناس. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. عندنا الطه هنا لطيفا خبيرا. ان المسلمين والمسلمات، تفكرنا في سوره التحريم لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان طلقكن ان هو هيزوجه خيرا منهن مسلمات مؤمنات قانتات كده، فاكرين؟ فشبهها كده. ان المسلمين والمسلمات بعد ما يسلم بيبقى مؤمن، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وبعدين هنيجي على الصدق، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. اتنين صاد هنا، يعني ده نوع صاد، يعني كأن هنسيب المؤنث، يعني الصدق والصبر. وبعدين هنا المتصدقين والصائمين بينهم الخاشعين، يعني من اسهل ما يمكن ان شاء الله تفتكري، مفيش لخبطه. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، طبعا لما ما يتبرجن ويلبسوا الحجاب يبقى والحافظين فروجهم والحافظات، ويعودوا يذكروا الله. واذكرنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. هنا اجرا عظيما ايضا، وهنا اجرا عظيما. دي تخص يعني النبي ان هما زوجاته، وهنا للمؤمنين. طيب هناخد واحد من المؤمنين واحد من المؤمنات، هنقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. هنتكلم برضو على، بنتكلم على المؤمنين والمؤمنات، بس هنتكلم على حاجة تخص النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زوجة من زوجاته كانت متزوجة واحد من أدعيائه اللي هو زيد بن حارثة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هنا وما كان، هتبصي تلاقي هنا ما كان وهنا ما كان، لكن في جوه يكون وفي هنا لا يكون، هنستعملهم ان شاء الله في التثبيت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. امرا امرهم، امر الله، امر الله. طيب في امرا بس هنا، وهنا امرهم امرهم، وهنا امر الله، وهنا امر الله. ومن يعص الله ورسوله، خلي بالنا دايما في السورة الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا. وحيدة هي في الغالب بتبقى بعيدة في النساء مثلا وغيرها. وإذ تقول، هي القصة هي، مؤمن مؤمنة يعني زيد بن حارثة وزينب بنت جحش اللي هي بنت عم النبي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هتتكرر معانا حكاية الخشية هنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الرسول بطريقة غير مباشرة، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هي نفس الكلام، هو هنا نفس الكلام بيكلم الرسول، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. طبعا هو المفروض يبلغ الرسالة، هو رسول. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، نفس الكلام هنا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم. يعني هو
بيكلم الرسول هنا بس بيقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لما هيجي يكلم المؤمنين هيقول لكي لا يكون عليك حرج. شفتوا ده جميل، الربط في الآيات جميل. في أزواج أدعيائهم، يعني لما واحد يتبنى عيل ما يغير اسمه وينسبه لنفسه، لأن ده ليس ابنك ولا يورثك إلا لو تحسن إليه، معلش. وكمان زوجته تحللك، إنما زوجة ابنك من صلبك لا تحللك، هتلاقيها في سورة النور، من أصلابكم هناك. طيب، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. دلوقتي هنا وطر زوجناك، بعد كلمة وطر في زوجناك، بعد كلمة وطر هنا إيه؟ وكان أمر الله مفعول. ما خلاص زوجها، يعني هي كانت تقول إن أنتم زوجكم أباءكم، لكن أنا زوجني الله من فوق عرشه، خلاص يعني مش محتاجة تروح تجيب ولي ولا حاجة عشان تتجوزه، هو خلاص ربنا زوجها للرسول عليه الصلاة والسلام. زوجناكها، يعني ديت فعل، والفعل الله سبحانه وتعالى، وديت مفعول أول، زوجناك أنت، ها هي يعني مفعول تاني، سبحان الله. وكان أمر الله مفعولا، انقضى يعني الموضوع انتهى خلاص. يبقى أول مرة نقول وكان أمر الله مفعولا، وقضى كمان وتر، يعني انتهى كل حاجة، انتهت هنا. وكان أمر الله مفعولا، خلاص تم. ما كان على النبي من حرج، يبقى أنتم ليس على المؤمنين، لا يكون على المؤمنين حرج. وهنا كمان ممكن نربط الآية ديت لكي لا، شايفة مفصولة ازاي؟ لا لكي لوحدها ولا لوحدها، فهنا مفعول لا لوحدها، يعني نربطها كده بأي شكل، يعني فهمنا ان الموضوع تم، زوجناكها او قضى وطرا فخلاص، فيبقى وكان امر الله مفعول. طيب، ما كان على النبي من حرج ايضا، ولا على المؤمنين ولا على النبي، فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله، تخشوا خلوا ويخشون خخة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب، فرض فيها ره، وقدرا مقدورا فيها ره. طيب، خلصنا مفعولة فيها الفاء، وديت فيها القاف، يعني سهل الربط بكل الطرق والوسائل، عشان ما نقولش وكان أمر الله، يعني ما نتلخبطش نقول دي ولا دي، سهلة إن شاء الله. فربنا بيكلموا الذين يبلغون، ده دور الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو يبلغ الرسالة، يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا، هيحاسبك. عشان كده كل مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هل بلغت، هل بلغت، فهم يقولوا له نعم، يعني فيقول اللهم فاشهد، يعني عشان ربنا هيحاسبه. وكذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا، واحنا كنا من نبلغ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن كان إيه؟ هو اللي بيبلغ الرسالة، ده رسول. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول على إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي في نفس الوقت، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعشان كده هو هي في الآية دي هيقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعني هو نبي ورسول، هو نبي ورسول. طيب، لكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. طيب، يبقى هنكلم الذين امنوا نقول لهم ايه؟ اذكروا الله، ما هو ده بيعلمه لنا النبي، ان احنا نذكر الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكره واصيل. لان هجلنا تاني وكان الله بكل شيء عليما في الايه 54، بس الموضوع مختلف، هو بيبلغ رسالات يقول لنا نذكر الله ونؤمن ونسلم ونصلي ونزكي وكده. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الله سبحانه وتعالى يصلي علينا والملائكة، ليخرجنا من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، ده الله سبحانه وتعالى. ها، كمان نفس الكلام هيكون بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، للمؤمنين في صلاة من الله ومن الملائكة، وكذلك الرسول له صلاة من الله والملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي في الآية كام؟ 56. طيب، يعني عشان نشوف كده كل حاجة لله للرسول وللمؤمنين، للرسول المؤمنين. طيب، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، ربنا بيحييهم بالسلام، بيبعت لهم السلام مع الملائكة
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وأعد لهم أجرا كريما. مين كريم؟ مين أكتر واحد؟ أو إحنا ماشيين آية للذين آمنوا، آية للنبي، أو بعض الآيات اللي ده وبعض الآيات. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا ومبشرا، يبشر مين؟ يبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أول مرة قال أجرا كريما وبعدين فضلا كبيرا، طبعا الفاء بعد الألف. فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. دي جاءت في الآية الأولى، الآية الأولى هناك، وإن الله كان عليما حكيما، وهنا ودع أذاهم. طولت شوية الآية وجت معاها الآية اللي وراها، هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طيب هناك وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هنا هستعمل التوكيل في الزواج، هستعمل التوكيل في الزواج، لأن هو خلاص كلم الرسول عليه الصلاة والسلام لحد هنا. طيب يبقى هيكلم الذين آمنوا يقول لهم إيه؟ أنا بستعمل التوكيل ده في الزواج. يعني ممكن الواحد يتزوج بتوكيل، صح؟ هو يوكل أخوه، يوكل أبوه إنه يتجوز، وهي أيضا توكل أباها كولي يزوجها، أو أخوها أو أخاها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، طيب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني لو الرجل تزوج امرأة، يعني عقد عليها، يعني عقد النكاح ولم يدخل بها، ما فيش عدة هنا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بس يديها كده تعويض، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، مثل ما قال حاجة تخص النبي لزوجاته. طيب يبقى هنرجع نكلم النبي نقول له ايه موضوع الزواج بقى، والحلال والمحلل والمحرم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج أيضا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. بعد كده هيقول له إيه؟ لا يحل، في الصفحة اللي وراها. مش كل واحدة هيتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو هيقول له مين أزواجه. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، اللي هو المهر يعني، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبيعدهم بنات عمك وبنات عماتك. بنمشي بالمذكر الأول كما في سورة النور، في اللي هي ليس عليكم جناح أن تدخلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، يعني بيمشي بالذكور الأول طبعا، مقدمين على الإناث. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بيتكلم دلوقتي على المؤمنين، وهو بيكلم النبي. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. أيضا مش أنت بس، يعني أنت برضو أزواجك وما ملكت يمينك، أزواجك وما ملكت يمينك، وهم أيضا المؤمنين أزواجهم وما ملكت أيمانهم. لكي لا، شفتوا لكي لا دي مختلفة عن لكي لا، هنا دي مفصولة وهنا دي موصولة. لكي لا يكون عليك حرج، لأن هنا بيتكلم المؤمنين جمعناها مع بعضيها، لكي لا ها يكون عليك أنت حرج. طب هيعمل إيه بيهم الزوجات دول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكان الله غفورا رحيما، ما فيش حرج يبقى غفورا رحيما، خلوا سبيلهم يبقى غفورا رحيما. وربنا هيقول له يعمل بيهم ايه؟ ترجي من تشاء منهن، يعني تركنها على جنب، ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، وتاخد واحده تانية. ومن ابتغيت ممن عزلت، واللي تردها من اللي انت عزلتها قبل كده رجعها وكده وهكذا، فلا جناح عليك. يعني دول زوجاتك، يعني تعمل ما تشاء. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن. ويرضين بما آتيتهن كلهن. فاعل، أو يعني تأكيد للفاعل يعني، بس يعني يرضين بما آتيتهن كلهن.
والله يعلم ما في قلوبكم. هنا الأعين وهنا القلوب، وكان الله عليما، يعلم عليما. هنا حليمة، يحزن جناح حليمة. عندي في سورة البقرة في الآيات 225 و 226 هتلاقي حليم بعدها للذين يقولون، يعني استعمل لام بعد حليم. وكذلك في الآيات 235 236 هتلاقي حليم بعدها لا جناح، يعني تستعملي لام بعد حليم. في الآيات في آل عمران 155 156 حليم بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين. يعني سبحان الله، أنا ربطتها كده، حليم بعدها لا، وبعدين الحاء والحاء. هيقولوا لا يحل مين بقى؟ لا يحل لك النساء من بعد، بعد دول، بعد كل اللي وصفهم له دول، من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ما ينفعش تطلق واحدة وتاخد واحدة من دول. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء إيه؟ رقيبا. هنا وكان الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. رقيبة بالنسبة للرسول وبالنسبة للذين أمنوا. فهنشوف المراقبة بالنسبة للذين أمنوا إيه. هو بيتكلم في موضوع النكاح هنا، فبيقول لهم لزوجات النبي إن هم يلبسوا الحجاب، وإن اللي بيدخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخلوا إلا بإذن، إن ياكلوا أو كده وبعدين يمشوا على طول. وزوجات النبي والنساء كلهم يتحجبوا، والرجال ما يكلموا النساء إلا من وراء حجاب، ولا أن تنكحوا أزواجه. يبقى هو ما ينكح ولا أنتوا تنكحوا أزواجه. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، خلصنا الكلام مع النبي، هنا ندخل على الذين آمنوا نقول لهم إيه؟ في رقابة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. مش داخلين طالعين كده بالإذن، خبط كل السلام عليكم ندخل، إذا ما حد رد عليكم ما تدخلوا. إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما يعني ما فيش حد يبص من بره يعني كده ينظر. الآية 53. انت ناول طعام غير منتظرين نضجه، غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، فضلوا، مع السلامة. ولا مستأنسين لحديث. طبعا الواحد يرجو انه يقعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده كان بيؤذي النبي. إن ذلكم، أما يقول ذا دي للإشارة للموضوع نفسه اللي بتعملوه ده، وما يعمل كاف المخاطب جماعة يبقى بيكلم جماعة، بيكلم المؤمنين. ذلكم هنا اتكررت 3 مرات اهي، سطر وسطر، لا هنا وهنا وهنا. ذلكم كان، ذلكم كان، في وسطها ذلكم أطهر. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. القلوب، قلوبكم، هنا قلوبهن وهنا قلوبكم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. مثل أمهاتكم، ما ينفع واحد يتجوز أمه. فهنا عندنا الأذية يؤذي النبي، وهنا تؤذوا رسول الله. يبقى هنعلم الأذية جت هنا مرتين، في الصفحة اللي بعدها 3 مرات، إن الذين يؤذون الله ورسوله، وبعدين هنا يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وبعدين هنا فلا يؤذينا، لما يتحجبوا ما يتأذوش، لأن ما حدش عارف مين دي. طيب خلصنا هنا. إن تبدوا شيئا، يعني واحد يبدي إن هو عايز يتجوز واحدة من زوجات الرسول أو يخفيه، فإن الله كان بكل شيء عليما. جات لنا آية قبل ذلك اللي هي الآية 40، كنا بنتكلم على تبليغ الرسالة، وكنا هناك قلنا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني ما فيش لخبطة إن شاء الله. هنا إن الله كان بكل شيء عليم. بالنسبة للنساء النبي دول، لا جناح عليهن في أي أنواع الذكور يدخلوا عليهم بدون استئذان الآباء،
يعني ابو بكر مثلا ما يدخل على عائشه ما فيش مشكله، ابوها لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء، كل دول ذكور، اخواتهن ولا نسائهن، يعني مثلا امها، اختها، بنتها، خالتها، عمتها، او الخادمه بتاعتها، ولا ما ملكت ايمانهن، واتقين الله. يبقى هو اول مره قال لنساء النبي يتقوا الله. إن اتقيتن، وبعدين دلوقتي قال واتقين الله، وهو قال للرسول عليه الصلاة والسلام في أول آية اتق الله، وهيقول للمؤمنين في الآخر اتقوا الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، كلنا نصلي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي احنا بنقولها في التشهد، فهنعتبر مثلا شهيدة، تفكرنا بالتشهد ان احنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ففي ناس بتؤذي، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه ويغفر له ويرحمه ويرفع درجاته وهكذا. فالذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هنا بقى هيبدأ اللعن، وهنا ملعونين، وفي الصفحة اللي ورا في لعن، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وراها مبينة تشبيهها في الحروف، والذين يؤذون المؤمنين، آية بتتكلم على الرسول وآية بتتكلم على المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي، خلصنا الكلام على المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. في التفسير دي طبعا آية الحجاب، يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن، يعني لازم الواحدة تغطي وجهها، هو ده اللي بيتجمع فيه الجمال يعني، أو الناس بتعرفك من وجهك يعني. فأنت لما تكوني لابسة إشارب كده ومبينة وجهك يبقى ده تحجب، ده طبعا دي فتنة. ذلك أدنى أن يعرفن، طبعا معروفة كل واحد بيبقى معروفة دي من وجهها، بتعرف دي فلانة ودي فلانة، فلا يؤذين، لما ما حدش يعرفك ما حد هيأذيكي، وكان الله غفورا رحيما بالنسبة للي فات. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، هنا غفورا، ولنغرينك بهم يعني ربنا هيسلطوا عليهم ان هو يحاربهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، بعدين ربنا هيجليهم من المدينة ومن مكة وتبقى دار إسلام. ملعونين المنافقين دول، هم في آخر آية أيضا، وبعد كده هيلعن الكفار. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. آخر صفحة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، بيقولوا له متى الساعة متى الساعة متى الساعة، إنما علمها عند الله وما يدريك، احنا قلنا ما بتيجي في الآخر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، عندنا في لعل الساعة قريب في الشورى آية 17، والشورى أقصر من دي، وهنا عندنا اللي فيها تكون ويكون وكان، يبقى إن شاء الله ما ننساش نقول تكون، وزاد فيها الألف هناك قريب بس. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. تالت آية في العذاب، يعني بالنسبة لخلود أبدا، في بالنسبة للعذاب هم ثلاثة في المصحف في حق الكفار، يعني في النساء الآية 169، وفي الجن الآية 23، وهنا في الأحزاب الآية 65. ففي حد جزاه الله خيرا عمل جملة نساء الجن أحزاب، يعني بس أنت بتقولي أسماء السور بس لها معنى، نساء الجن أحزاب. طيب فتقولي خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، الآيات زي كبيرة. طيب ولا نصيرا، متى هذا الكلام؟ يوم تقلبوا، مش هما بيسألوا على الساعة متى، يوم تقلبوا وجوههم في النار
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هنا الرسول نفس الكلام زي سبيلة، تثبتي الألف أو السبيلة، تثبتي الألف وقفا ووصلا بتحذفيها زي كلمة أنا والألفات السبع. دلوقتي هما هنتخيل مين اللي بيتعذب العذاب ده؟ بني إسرائيل. أنا دايما أتخيلهم كده، بعرف أجيب موسى بعدها. يعني يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لكن هم أطاعوا مين؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، فإيه اللي حصل؟ فأضلونا السبيلة. طيب عايزين إيه منهم دلوقتي؟ ضاد وضاد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، كله عايز يتلعن لعن لعن، ماشي معانا من الصفحة اللي قبلها، ولعنهم لعنا كبيرة سعيرة وكبيرة. خلاص خلصنا الكلام معاهم، والذين امنوا عشان ما يتعذبوش كده. فبنقول لهم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، لما بني اسرائيل فرعون، قوم فرعون، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عندنا في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى كان يقول على عيسى وجيها في الدنيا والآخرة في الآية 45، وهنا كمان موسى وجيها. كمان آية للمؤمنين جت ورا بعض، خلاص انتهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طب يحصل إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في الآيات غير كده ممكن نقول في الفتح وفي النور ونساء كده، يدخله جنات، صح؟ في كل مرة يدخله جنات، يدخله جنات. ففي الأحزاب ذا فاز فوزا عظيما، لما دخل جنة يبقى فاز، صح؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هنا مفيش أي حاجة نعمل لها علامات. في الآخر بقى ليعذب الله المنافقين والمنافقات. الكلام على المنافقين والعذاب واللعنة لهم وكده كتيرة، والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.